التطبيق ده حرفيا من افضل التطبيقات لتحميل الالعاب مهكره، زائد كمان مش الالعاب بس، لا ده تقدر تحمل كمان تطبيقات، فانت متخيل تطبيق فاجر كده. بتكون الواجهه الرئيسيه الخاصه بالتطبيق. طبعا عندك هنا الكتير جدا من الالعاب، زائد كمان عندك ان جوجل بلاي ستور هنا نسخه معدله، يعني نسخه مو تقدر تحمل منها الالعاب المهكره او الالعاب اللي هي المجانيه مدفوعه. المهم خلينا مثلا وليكن نيجي نبحث كده مثلا عن لعبه معينه. طبعا هنا اول ما بتكتب مثلا فري فاير زي ما انت شايف بيطلع لك هنا جميع نسخ لعبه فري فاير، وطبعا اللعبه بتكون باخر اصدار واخر تحديث، زائد كمان بتكون لعبه فري فاير مهكره. طبعا انت عارفين انا بنزل لكم دايما عن تهكير، فزي ما انت شايف التطبيق ده بيحملها مهكره اي بي كي زائد او بي بي. طبعا بيكون جايب لك مثلا بيكون جايب لك هنا مواصفات التهكير، طبعا مميزات التهكير ايه الخاصه باللعبه. فخلينا دلوقتي ماكس نيجي نخرج كده نحمل مثلا اللعبه، وليكن مثلا نحمل لعبه سبوي مثلا. طبعا بتدوس على الداونلود بعدين بيبدا يحمل هنا على طول في اللعبه. اوكي على طول بعد ما بتحمل في اللعبه زي ما انت شايف بيفتح معاك بنفس الشكل ده كده بالظبط، فبنعطيه نص الحقيقه بعدين نخرج ونعمل انستول للعبه. طبعا دلوقتي هنيجي نشغل اللعبه بعدين هنشوف التهكير في داخل اللعبه. طبعا لعبه سبوي معروفه، بعدين تيجي تدوس على كلمه اوبن. تمام طبعا اللعبة كمان شباب بتكون باخر اصدار واخر تحديث مباشرة من داخل التطبيق، يعني كأنك بتحملها من بلاي ستور، ولكن بيكون الفرق ان هو بيحملك العاب مهكرة. زي ما انت شايف عندك هنا الكوين والفلوس كلها لا نهائي، يعني كل حاجة مش يعني موجودة لا نهائي، تقدر انك تشتري الشخصيات كمان وتعدل في السكن. فخلينا دلوقتي نيجي نعمل كده اوت